طبعا في شيء مهم جدا لازم ان احنا اوضحه بخصوص فرسان المعبد صراع الزمن، ان في النهايه الروايه بتتكلم عن شخصيات من لحم ودم، بتتكلم عن شخصيات حقيقيه على ارض الواقع، تحيط بها عائله، تحيط بها مخاطر، بتحيط بها فيها حس الفكاهي بتاع العيله، فيها ممكن هنحس بطعم العيله فيها. ان البطل حسن عليه عبء كبير جدا في على ارض الواقع، ان هو تم رصده بشكل او باخر، وتم فكره او عمل سبوتنج عليه او محاوله تجنيده بشكل او باخر. فهنا بنقول ان الوعي والاسره هي الاسره في النهايه، هو ما انقذه وهو دفء الاسره، الاسره اللي كتير في الوضع الحالي وفي الواقع الحالي كتير مفتقدين حس الأسرة بسبب ضغوط وظروف الحياة. وأخيرا لابد أن نعترف بأن الواقع مختلف عن ما هو يدور في الأذهان، وما يدور تحت أو خلف الستار، وما يدور تحت الأرض غير ما يدور في العلن، وأن كل شيء تم الإعداد ليه مسبقا، وأنه لا صدفة في هذه الحياة.